السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم، إن شاء الله تكونون كلكم بخير وصحة وسلامة. جيت لكم اليوم نتكلم على 8 خطوات لزراعة شجرة الزيتون، ونتكلم على أهم المعلومات الأساسية اللي لازم تعرفوها باختصار إن شاء الله حول نجاح زراعة نبتة الزيتون. إذا بعدكم ما اشتركتوا بالقناة ويعجبكم محتوى الزراعة والعناية بالزرع، أنصحكم تشتركون تدعمون القناة وتضغطون على زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. أول خطوة لزراعة شجرة الزيتون هي أنه تحددون نوع الشجرة اللي تريدون زرعوها، لأنه أكو مئات الأنواع من أشجار الزيتون وكل نوع له مميزاته. من أفضل الأنواع من الزيتون هو نوع الكالاماتا، يكون أسود ويكون جدا لذيذ. الخطوة الثانية هي أنه تأخذون ثمار زيتون مباشرة من الشجرة اللي حابين أنه تزرعون معدها، هاي بحالة إذا كانت الشجرة قريبة من يمكم تحبون أنه تزرعون نفس الشجرة هاي وتوفر هاي الثمار. إذا ما توفر الثمار وما توفر البذر أو النوى، فممكن أنه تحصلوه من طرق ثانية، يعني المحل اللي يبيع الزرع موجود أيضا في بعض الحالات نوى أو بذر جاهز للزراعة من زيتون. وممكن أنه تطلقون تأخذون ثمار عادة بأوائل فصل الخريف، ولازم تنتبهون أنه تأخذوا الثمار من الحفر والحشرات، هاي خطوة جدا مهمة. الخطوة الثالثة تستخدمون المطرقة حتى تضربون حبات الزيتون، وبعدين تغمرون الثمار بمي دافي وتتركوها طوال الليل. أهم شيء لمن الثمار موجودة في الماء الدافي اللي راح تتركوها طوال الليل، تحركون الماء كل عدة ساعات. الخطوة الآتية تجمعون حبات الزيتون وتستخدمون فرشة حتى تزيلون الجلد الخارجي عنها، بعدين تغسلون النوى بمي دافي مدة عدة دقائق. أيضا تشقون الطرف الحاد من نوى الزيتون باستخدام سكين حاد، وتتأكدون أنه ما تكسرون القشرة الخارجية بالكامل. تخلون التراب بالأصيص، بعدين تضيفون القليل من الماء حتى ترطبون التربة، وتخلون البذرة على عمق تقريبا سنتيمترات قليلة داخل التراب، وتخلون أصيص في كيس من البوليثين وتخلوه في مكان مضاء بشكل جيد. هاي كانت 8 خطوات أساسية لبداية زراعة شجرة الزيتون. إذا حبيتوا فيديو بشكل دقيق عن أهم أنواع التراب والسماد والعناية وإلى آخره، سويت لكم فيديو شامل تقريبا 10 دقائق تكلمت بهاي المواضيع، راح أخلي رابط لهذا الفيديو في صندوق الوصف أسفل الشاشة، وأراكم